طب ده انا عمر الاكل ما هيقف في زوري، اصل شيلانه اللوز. في نجمات ممكن يعملوا الاغراء اللي كان بتعمله هند رستم، ممكن يعملوه النهارده. وبكل فخر كده وثقه قوي ولا هيجي، لانه في مثل روسي بيتقال الفنان لما بيموت ما بيجيش بداله. نقول انسب المخرجين في السينما اللي يفهموا هند رستم ويستطيعوا ان هم يفجروا كل طاقتها على الشاشه. كان حسن الامام. ومين بعد كده؟ الحقيقه فيه يعني، بس في واحد ما اشتغلتش معاه، اتنين ما اشتغلتش معاه وكان نفسي قوي اعمل معاه، اللي هو البرنس، انا مسميه البرنس كمال الشيخ، والفنان حسين كمال. نقول هند رستم علاقتها بالمسرح ايه؟ الحقيقه دي بقى الحاجه اللي خارجه عن ارادتي بقى. ليه؟ انا نفسي اشتغل في المسرح قوي 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 قوي، بس هنا بقى اعرف اقول فياض من يعني ان انا اشتغل في المسرح. بس يعني اعتبارات عائليه بحت تماما. انما تحبي حياه المسرح والتمثيل على المسرح؟ مش ابقى على طول، لا، انما نفسي اقف على المسرح، لان انا وقفت على المسرح قبل، بس في البدايه يعني ما كانش يهمني، انما دلوقتي نفسي اقف على المسرح وانا هند رستم. لا، هند رستم ممكن لو وقفت على المسرح تكون استعراضية، يعني تغني وتمثل وترقص وتتحرك الحركة السريعة اللي طبعا بتديه. لان انا بحضر مسارح بره كتير، فبشوف حاجة وببقى قاعدة مغمضة كده اقول نفسي احنا يبقى عندنا ولو مسرح واحد زي ده. تعتقد ان احنا عندنا نجمة بتقوم بالدور ده في المسرح؟ لا خالص، لا مفيش. نقول هند رستم بالنسبة لأدوار اللي تناسبها النهاردة تفضل دور إيه؟ أفضل دور إيه؟ أصل مش حاضر أقول لك الأم، لأن أنا عملت أم وأنا عندي 18 سنة. فالدور اللي أحس إنه فيه أعماق، في حاجة بيقول، حاجة بيعالج، حاجة ليها. السينما النهاردة بتقدم إيه؟ السينما العربية بشكل عام بتهتم بالهدف ولا بتهتم بالشباك؟ لا دلوقتي الحقيقة، وده حظها كويس، ان النهاردة الفيلم الامريكي يعني يعتبر انه مش موجود، فبالتالي بنحاصر الناس على الافلام العربية وبنقول لهم لازم تتمسكوا بالافلام العربية. فالحقيقة الشباك النهاردة بيشتغل اي حاجة يعني، بيجيب ما شاء الله ايرادات خرافية. ما هي سينما موضوع ولا سينما شباك؟ لا سينما شباك. هند رستم بتشوف كم فيلم في الشهر وكم مسرحية؟ لا افلام، سوري، ما بشوفش افلام ابدا عربية، بقالي دلوقتي 13 سنة. ومسرحيات؟ مسرح كتير، احب المسرح، بحس انه عمل جدي. يعني من الحاجات اللي احب اتفرج عليها قوي اولا يعني الحقيقة كاريوكا. بقعد بتفكرني بالريحاني، يديني طبق تارت حلو ومليان مسامير، فانا بعجب جدا بمواضيعها ومش بس بيها يعني، بتقديري لها انها على طول اتغيرت وابتدت تشوف حاجه محترمه، حاجه سياسيه، حاجه جميله في اطار كوميدي لطيف، عمل مجيد صحيح. انا عارفه كويس هما جايين هنا ليه. طب جايين عشان ياكلوا الجد. مش هنخلص احنا من عباره الجد يا جد يا جد. مالنا احنا ومالك ايه؟ جدي وتاكل ومش بتاعنا. مالنا ايوه جدي وتاكل ومش بتاعكم انتوا. مالك ايوه احنا مالك اكيد. ايوه طب خد بالك بقى منك. ايه انا من السعاده ما عادش خوف عليا. ليه بقى؟ اصل انا زمان كان عندي جيب. والتاكل ايه هو مش بتاعك ولا انا اعرفه. انما انت ايه الوقت ما زال قاعد. طول ما هو قاعد هياكل ويهضم وياكل ويهضم وياكل، بس
اصل احنا ما عادش عندنا حاجه في التاني. نجم الكوميدي اللي تحب تمثل قدامه هند رستم على المسرح. والله هو كل واحد له اسلوبه. يعني فؤاد عبد المنعم ابراهيم، يعني مع الاسف عبد المنعم ابراهيم مش واخد حظه. نسيان تشكر ممنون. ولو انه فنان كوميدي ودراما عظيم. استاذ هنيدي لطيف، استاذ محمد عوض. يعني كل واحد، يعني الحقيقه كل واحد له كاركتر بتاعه. توقف مع هند رستم ونقول الكاتب المفضل اللي تحب تقرا له وتحب تعمل قصصه في السينما. اللي احب اقرا له قوي وبيعجبني جدا لانه بيقول حاجات في بعض اوقات الام ما بتقدرش تقولها، الاستاذ احسان عبد القدوس. اللي احب لانه بيعمل حاجات ما تنفعش سني. اللي احب اعمل حاجه له استاذ نجيب محفوظ. ايوه انا تشرفت، كل تقديري واعجابي. ميرسي. مفيش افلام جديده؟ في افلام لكن مفيش اخلاق. عندك حق، الاخلاق اتعدمت، الاخلاق اصيبت بانهيار عصبي. طب نقول انسب النجوم اللي ممكن النهارده يقف قدام هند رستم في ادوارها على الشاشه مين؟ من الجداد ولا من القدام؟ نقول من الجداد والقدام اللي انت تشوف النهارده ان هم انسب الوجوه ان هم يكونوا قدام هند رستم في ادوارها السينمائيه النهارده. اقول لحضرتك على حاجه بقى، الحقيقه الجداد بحس بخوف، يعني بحس وانا واقفه قدام واحد منهم بحس انه مرتبك. ده طبعا تقدير، مفيش جدال، يعني انه عامل حساب انه في فنان قدامه عمل شيء، فبالتالي مبقاش واخد عليه، عارف يعني، بحس ان انا طب هتصرف معاه ازاي، هو لسه في بدايه حياته ولسه بيبتدي الناس تقول انه نجم شباك. عشان تفرق كتير بين نجم وبين ممثل. فاحنا لحد دلوقتي عندنا نجوم مش بطاله، انما اللي احب يعني في اتنين، نور الشريف ومحمود ياسين. نور الشريف بيفكرني بشكري. من ناحيه ايه؟ نور قاري كتير قوي، بعدين بيهتم قوي بالصغيره والكبيره، وده بيبقى مهم جدا بالنسبه للفنان. محمود صوته في غايه من الجمال الحقيقه، يعني صوت حلو 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 حقيقي، بيفكرني بالاستاذ عماد حمدي اول ما بدا صوت، وبعدين مع الوقت ابتدى يتحول الصوت ده الى فنان عظيم. كمال اوعى تكون اتضايقت من كلام بابا. لا يا شيخ، هي فكرك ان باباكي بس هو اللي كده؟ هذا كله. طب هتجيب حاجاتك هنا امتى؟ وده معقول يا مديحه؟ وليه لا؟ ما اقدرش، انا كل اللي محتاج له مكان صغير قد كده اشتغل فيه، مش محتاج للهو الفظيع اللي انت قاعده فيه ده. ادفع ايجاره يا سيدي. ايجار للمكان ده كله؟ طب منين؟ ما تخافش، ايجار رمل. لا لا لا، مش معقول. كمال يبقى انت مش عايز تشتغل. مديحه انا عايز اشتغل. نقول هند رستم اول يوم تصوير الفيلم بتقول ايه؟ ببقى خايفه جدا قوي 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 قوي، وببقى اعصابي مشدوده جدا. واخر يوم تصوير؟ كنت الاول اخر يوم تصوير اعيط وانا خارجه من بلاتو، اعيط حقيقي، لاني حاسه ان اسره عشرتها شهرين، وكنا قد كده بنحب بعض وقد كده بنحترم بعض وقد كده كل واحد عارف فين وامتى واين يتكلم. النهارده وانا قاعده ببص كده باستخفاف واقول يعني اتمنى انه الفيلم يخلص بسرعه بقى. يا ترى انت فين؟ خفت مني؟ افتكرتك تحت. قالت وما احلى ما قالته وما أسعدتنا به في مشوار حياتها السخي بالفن المحترم الراقي.